النادي ديالنا اللي هو جوهرة دار بوعزة لكرة القدم بصفة رئيس فريق عزيز حمراوي. النادي تأسس موسم 2019 وكيزاول في تابع لعصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم، ومن 2019 حنا كنشاركوا في البطولة الجهوية لعصبة الدار. بالنسبة للموسم 2022-2023 فالحمد لله ما عندناش شي من ناحية المسائل المادية، الحمد لله توصلنا بواحد 7 مليون مع الجماعة الدار بوعزة. هي الحمد لله هذا الموسم معني ما لقيناش مشاكل ديال نبقاو نتسلفوا من عند هذا ومن عند هذا، يعني حنا 7 مليون نحاولوا نجاريو بها المسائل ديالنا ديال الموسم 2022، رغم ان باقي عندنا واحد الاكراهات ديال الكريديات اللي كيتسالوا لنا الناس. الفريق بالنسبه لهذا الموسم ان شاء الله بانه كيبان لي بان اللي صراحه هي احسن جيل اللي داز جوهره الدار بوعزه، وهاد البنيات اللي كاينين هذا الموسم يعني بنيات في المستوى يعني مؤدبات كل شيء، يعني صراحه من هذا المرمى كنبغي نوجه لهم واحد رساله شكر انهم تما مضحين مساكن، والحمد لله ونعاود نقولها عاوتاني ان احسن جيل في جوهره الدار بوعزه وهذا الجيل اللي كاين حاليا. تكلمنا شويه على الطموح ديالك كرئيس. بالنسبه للطموح ديال نادي جوهره الدار بوعزه انا حنا كنركزوا على اهم حاجه وهي التكوين، ويكون عدد كثير من اللاعبات من منطقة دار بوعزة ولاد عزوز إقليم النواصر، هذا هو الطموح ديال الفريق. أهداف ديال هذا الموسم ما نقدرش نقول لك أننا كنهدفوا باش غادي نديروا الصعود، يعني حنا كنجاريو مقابلة بمقابلة مع الإطار المدرب سي يوسف فاضيل والطاقم التقني اللي معاه، يعني حنا كنحاولوا نجاريو مقابلة بمقابلة، وإلا جا الصعود مرحبا به ما غاديش نحبسوه، ما جاش حنا الغرض عندنا هو أننا نكونوا فريق نكونوا بنيات المستقبل إن شاء الله. شنو كيعني لكم مثلا فوز ديال المنتخب النسوي بكأس إفريقيا والمشاركة المقبلة في كأس العالم؟ وهذا راه شرف كبير عندنا باش نشوفوا كرة القدم النسوية كتطور، وكنديو كأس كنلعبوا نهائي ديال كأس إفريقيا للسيدات، وفريق الجيش الملكي كنبغي نهني من هذا المنبر تاعو على الفوز تاعو بكأس عصبة الأبطال، والحمد لله الرياضة راه غادا في الطريق المستقيم بسيادة تحت قيادة السيد فوزي القجع. يوسف فاضل مدرب فريق جوهرة الدار بوعزة، كنشكركم المنبر ديالكم على الاستضافة الحضور ديالكم للملعب في لونترينمون ديالنا. بالنسبة لليوم الحصة الأخيرة في هذا الأسبوع اللي كنستعدوا فيها لواحد المقابلة اللي غتكون عندنا صعيبة إن شاء الله في ملعب الديربي ديال ملعب الرحمة، كنستعدوا تقنيا وشوية كنديروا واحد الإعداد نفسي اللاعبات باش يكونوا في المقابلة إن شاء الله. بالنسبة كما قلنا لهاد الاستعدادات اللي درنا اليوم الاخير باش الاستعداد للمقابله الجايه خصنا ان شاء الله نوجدوا لها باش نكونوا مزيانين باش يكونوا اللاعبات في المستوى يحققوا واحد النتيجه اللي هي ان شاء الله اللي كنتمناو تكون ايجابيه. الخصم كما كنعرفوا هو واحد الخصم اللي عنيد هو اللي محتل سبوره الترتيب، يعني احنا كنتمنوا اننا نخطفوا ثلاثه نقاط باش نكونوا حتى حنايا من الاوائل في سبوره الترتيب. الاهداف لهذا الموسم عندنا الاهداف هي نكونوا كما قلت لك من الاوائل في سبوره الترتيب لعصبه الدار البيضاء الكبرى، ولما لا نكونوا في المرتبه الاولى باش نلعبوا البلاي اوف ان شاء الله. والله عندنا واحد المقابله هي الديربي، كنتمناو نكون عند حسن الظن ديال الجميع ان شاء الله، وكنتمناو كل مقابله نكون احسن من المقابله اللي فاتت، وكنتمناو الفوز ان شاء الله، كنتمناو ان شاء الله نكونوا من الاوائل في البطوله، وعلاش لا نتقدموا للقسم الوطني الثاني ان شاء الله. زين برشيقي لعبه فريق جوار الدار بوعزه عمده الفريق، كنحتلوا الرتبه الرابعه وان شاء الله كنخدموا على اساس نلعبوا مع الفريق ديالنا الخصم ديالنا اللي هو الديربي، وكنتمنوا الفوز الفريق ديالنا. تبارك الله تبارك الله عليهم داروا انجاز كبير، وكنتمنوا حتى حنا نوصلوا بحالهم وجميع الفتيات اللي معنا كنتمنى لهم فرصه تما يمشيو للمنتخب. امل بالمورو لاعبه فريق جوهر الدار بوعزه ديفونسور. بالنسبه للمقابله اللي غتكون نهار الاحد ان شاء الله، كنتمنى صراحه انه البنات يربحوا حيت خدامين عليها وربحوا الديربي الاول وغيربحوا ان شاء الله الديربي الثاني. وشنو بالنسبه لك انت كنشوفك يعني ما لعباش
صراحه عندي حرقه حيت انني ما لعباش، غنمشي دابا وغنبقى عادشي كنحس بالبوست ديالي، فهمتي؟ باغا ندخل باغا نلعب باغا نتقاسل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. اصابه كيفاش شفتي الاداء ديال المنتخب المغربي؟ لا اون جينيرال تبارك الله عليهم، خصوصا الرجال اللي تفرجنا فيهم حيت البنات باقين يلاه مقبلين على المونديال. بالنسبه للرجال تبارك الله عليهم صراحه شرفونا كاول دوله عربيه اللي كتلعب وافريقيه اللي كتلعب في سميتو في كاس العالم. وبالنسبه للبنات صراحه تما اول دوله عربيه اللي غادي تلعب في المونديال، ان شاء الله كنتمنوا ليهم انهم يربحوا وحنا معاهم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.